السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيت ندير معكم واحد نصايب معكم واحد الحاجة بالكروشي، واحد قفة كنديروها نستعملوها في الكوزينة ديالنا. نحطو فيها التومة، نحطو فيها شحال من حاجة، نحطو فيها نخلين نشير في السطاح، نصيبوها بالميكاب ملي كنجيبو فيهم السخره وكيبقاو عندنا يا اما كنرميوهم يا اما كيبقاو عندنا تما كنديرو بهم حتى حاجه. كنجيبو الميكاب بحال هكا، انا هاد الشكل اللي وريت لكم كنطويها على هاد الشكل هذا، كنبدا نقطع هكا. كنبدا نقطع بحال هكا حتى نقطع واحد العدد ديال الميكات. قطع بحال هكا. بعد ما قطعتهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كنجيبوا هذه هكا كنفتحها هكا، كنجيب وحده في هذا الزرق وحده في هذا، بهذا الشكل هذا كنسخن بهذه الطريقه. هذه كندير وحده زرقاء وحده في الموف وحده في الاحمر، حيت عندي بزاف الزرق وغني عندي بزاف. كنمشي بحال هكا حتى كنساليهم كاملين، نديرو الحبل الكبير وغنطلقها.